اسمك الكريم؟ هاني يحيى رشيد. حياك الله يا هاني. من وين يا هاني؟ محافظة عمران. محافظة عمران، حياك الله يا هاني. الله يحييك. كم عمرك؟ 30 و31. 30 و31. دلي آخر كلام. 30. طيب، 30 مرحلة أولى عديتها إن شاء الله. عرفت اسم البرنامج ولا ماشي؟ زواجك علينا. زواجك علينا، قد تابعت على تابع كل برامجك. الله يحفظك ويبارك فيك. طيب، ما دام عرفت اسم البرنامج، اسمه زواجك علينا. معك 5 مراحل، إذا عديتهن نزوجك وادفع لك 2 مليون ريال. إن شاء الله عديهن. ها؟ إن شاء الله. قل يا رب. يا رب. طيب، يا رب. كم قلت لي عمرك؟ 30 سنة. 30. مزوج؟ لا، خاطب. يا سلام، 3 مراحل. المطلوب. خاطب. أنا قلبي يرتاح له. هكذا. عمرك 30، مش مزوج وخاطب. كم الخاطب؟ يعني حول سنة وشوية. سنة شوية. والله استأخر. الله، بسبب الظروف الأوضاع. نعم نعم، قد عند الناس كلهم. نعم، لكن عيفرجها ربك. على الله. الخطوة الرابعة، أنت قادر تفتح بيت وتصرف عليهم؟ أكيد. نعم. باقي لك مرحلة واحدة إن شاء الله عديها. إن شاء الله هو بيوصلوا لهناك، وبعدها سبحان الله. لا إن شاء الله أني عديها يا رب. يا الله. تخف تلفونك. أيوه. وتتصل لعمك ونمنحك 3 ساعات تقنع عمك إنه يعقد لك ويتم راسم العقد في 3 ساعات. على ضوء. تلفونك معك؟ موجود. هات خرجه. شكله مغلق. عذرا. لا، اعطي له فرصه. قال عذرا. اي يا ريال، ما يطايق. انا دارنا انت شد. انا خلاص، خليه يتصل. مغلق. يا سبابه. مغلق. ما هو سبابه؟ يا الله، خارجه. يلا مغلق. بني اقول لك يا عادل، اسمع وي، صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. يا رب. يا الله. نقول لها انا كفايه، لانه منحناك الان 3 مرات. طيب. خلاص خليها، ولا تغذيه وعادي طبيعي. السلام عليكم. ايوه يا عم عيسى، معك هاني. حياك الله يا هاني. الله يحييك يا عم عيسى. يا عم عيسى، انا الان مشترك مع الاستاذ خالد في برنامج زواجك علينا، والان طلب مني اقنعك خلال 3 ساعات ان انت تعقد لي وهو يدفع 2 مليون ريال. والله يا اخي 3 ساعات هذا والله ما يعني وقت قليل. يا عم عيسى، فرصة لا تضيعها علينا. يعني انا مش طالب منك انك انسان جيد والاستاذ خالد ومحترم، والله ما أتحاكي. أوضع معك يا عم عيسى. والله عم عيسى، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مع خالد الجبري. أهلا وسهلا يا أستاذ خالد، حياك الله يحفظك. أنت تابعت البرنامج ولا ما تابعته؟ تابعت البرنامج زواجك علينا؟ والله أتابعه كل خميس. كل جمعة، كل جمعة الساعة 9:30. معروف. خلاص، الآن أنت يعني بتقدم فرصة حلوة للأخ هاني، وإحنا بندفع له 2 مليون ريال. والله يا أستاذ خالد، أولاً يشرفني سماع صوتك واتصالك، أولاً. ثانياً الوقت قليل. والله أنت داري إنك تسجلنا حلقات كثيرة ولقينا ناس كثير وعقدوا في خلال 3 ساعات. أنت إذا أنت بتحب هاني، عقدت له. صح. والله يا لا لا، نشوف الأمور كيف. لا هذا ما بشل، لا تدي لي كلام نهائي. ممكن 2-3 أيام. ما لا يوم ولا 3 أيام، أما 8 تعب حالي. الله يسعدك يا أستاذ خالد، الله يسعدك. آمين يا رب العالمين وإياك. ما قلت لنا أنت خالد يسعد الناس وربي لا يسعدك. آمين يا رب. لكن انا بشوف ان شاء الله. لا ادي لي كلام الان، قل موافق وخلاص. علشانك يا استاذ خالد، علشانك وعلشان الاخ هاني. اها. تعاون.
نحاول إن شاء الله. لا خلي هذه نحاول نحاول، يقول لي موافق وتوكل على الله واسعد هاني وبيطرح لك الله بركة، والثلاث ساعات بيمشين عليه من ذا الحين. الكاميرا خفية، الكاميرا الكاميرا فني. لا ما عبش كاميرا خفية، غنداري وقد تابعت البرنامج. خلاص بلوم ان شاء الله. خلاص يا بن خالد نحاول ان شاء الله. موافق؟ موافق؟ يلا موافق، يلا موافق. يلا الجمهور كله بيصفق لك. سلام حقك يا هاني، حقك وحقك يا هاني، وحقك يا هاني حقك، وصلاك ليلة القدر بمن قدر علي حبك حبيبي لا تطيل هجري. وحقك يا هاني حقك، وصلاك ليلة ومن قدر علي زفك حبيبي لا تطيل هجري. الله الله الله، لا عطلش علي الوقت يا هاني، الوقت بيمشي عليك. من عتفرح الان؟ من عتفرح اول واحد فرحه؟ الوالده. الوالده خلاص اتوكل انت تفرح الوالده، وجهز والبس وان شاء الله نروح لعند عمك ناقد ان شاء الله. جاهز؟ جاهز. يلا بسم الله توكل. يلا